ده صح، هي مجرد مبادئ بس مش مدرك ايه ما بعدها. انت عارف يا أسيس نزار، زي ما عملت المقارنه بين ابرام ولوط وحضرتك اضفت الاضافه الجميله قلت ده يشكل مؤمن روحي وده مؤمن جسدي، واحد عارف هو عايز ايه، التاني مؤمن بس مش عارف، مؤمن يعني ده مؤمن مبار لكن خسر كتير جدا. اعمل مقارنه بين اليشع وجيحزي، هي نفس المقارنه. ان تلاقي اليشع شوف السماوي شبعان، شوف ازاي شبعان. جيحزي صدقني لما قعدت اعمل الدراسه عنه قلت اولا كان ذكي جدا، ده لما حصل نعمان الف له قصه في دقيقه. ذكي ولا مش ذكي؟ يعني ذكي للشر مش الفهلوه ذكاء. ده قدر يالف قصه في دقيقه وقصه متقنه وراح حكاها لنعمان قال له ماله خد، لكن اليشع يقول له اهو وقت لاخذ الفضه والثياب. شوف العباره، اهو وقت للماديات يا مؤمن، اهو وقت للانشغال. انشغل صدقني، بقول تاني لكل مؤمن الكلام اللي قاله الرب، اطلبوا هذه كلها تزاد لكم، لكن اطلبوا اولا ايه؟ ملكوت الله وبره. يا أسيس نزار حضرتك وانا بتعيش مشغول بملكوت الله، مشغول بالنفوس، هل اعوزك شيء من الخير؟ لا طبعا. عارف الأسيس باقي صدى انت تحبه قوي وهو انسان يتحب فعلا، ليه عظة، انت عارف يقول العظة بتاعته، ليه عظة بعنوان اجمل لا في كلمة الله. شوف جمالا، ما هي اجمل لا في كلمة الله؟ عندما ارسل المسيح السبعين سألهم هل اعوزكم شيء من الخير؟ فقالوا لا. فبقول لكل مؤمن اعرف قيمتك مش في الاشياء، قيمتك مش في اللبس مش في البيت، قيمتك في الهدف اللي عايش علشانه، الهدف اللي انت بتحيا، والهدف اللي انت بتحياله ده هو اللي بيديك القيمة والمعنى في الحياة. صدقني ارجع بعد يوم طويل وابا تعبت فيه جدا، بس مثلا صلحت عيلة او نفسي رجعت للرب، ارجع فرحان كأن واحد قال لي ربحت 1,000,000 جنيه.